بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل هذا اللقاء المبارك ضمن الأسابيع الثقافية لوزارة الأوقاف المصرية. وندوة الليلة عن فضائل القرآن الكريم، وننقلها لحضراتكم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. ونحن نشاهد هذا المسجد في هذه الصورة الجميلة بعد إعادة افتتاحه وتشريف السيد رئيس الجمهورية بحضور هذا الاحتفال الطيب المبارك. أيها الأحباب، وندوة الليلة معنا فيها من الأساتذة العلماء فضيلة الأستاذ الدكتور محمد محمود أبو هاشم، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، والداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. ويشرفنا بالحضور من علماء وزارة الأوقاف بمديرية أوقاف القاهرة الدكتور محمود خليل، وكيل مديرية أوقاف القاهرة الدكتور سعيد حامد، مدير الدعوة بأوقاف القاهرة الدكتور منتصف محمود عبد المهيمن، مدير شؤون الإدارات بأوقاف القاهرة الشيخ جمال إسماعيل حسن، مدير إدارة أوقاف جنوب القاهرة، وأئمة مسجد السيدة نفيسة الدكتور على الله الجمال، الدكتور محمد طه رمضان، الشيخ محمد محمود العدل. أيها الإخوة الأحباب، إن نعمة القرآن الكريم نعمة لا تدانيها نعمة. فالقرآن الكريم نور البصائر وغذاء الأرواح وينبوع السعادة. أنزله الله تبارك وتعالى هاديا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وجعل في آياته دواء وشفاء لما في الصدور، وقانونا يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. معا نبدأ لقاءنا الطيب المبارك بهذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ شريف عبد المنعم خليف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لرأيته خاشعا
يتفكرون هو الله.
السلام. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما معارضة القرآن أخضعت الدهر.
عروس تعالى الله جمل قدها وأوصافها عزت، فمن يدفع المهر؟ فيا سعد من يتلو الكتاب بخشية، ولا سيما إن كان يقرأه فجرا. ستشهده الأملاك عند قراءة وعند لقاء الله يغمره أجرا. معا نعيش مع هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد محمود أبو هاشم، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب. سوق للكلمة،
ويتدارى فيه الشعراء والأدباء القصائد، وكانت أفضل 7 قصائد تعلق على جدار الكعبة لمدة عام حتى يأتي السوق العام المقبل، وكان تسمى المعلقات 7. فنظرا لأنهم أهل فصاحة وبلاغة وبيان، كانت المعجزة الأساسية لسيدنا رسول الله هي القرآن، ولكنه أوتي من المعجزات الحسية أيضا ما فاقت معجزات الأنبياء جميعا. وأنا عامل بحث في هذا من المعجزات الحسية لسيدنا رسول الله، الوقت لا يسمح لي بهذا، يبقى في مرة أخرى نتحدث عنه، لكن نتحدث عن القرآن الكريم. حد يجي يقول لي طيب ما سيدنا عيسى أنزلت عليه الإنجيل، سيدنا موسى أنزل عليه التوراة. نقول هذه كتب لم تكن هي المعجزة لهؤلاء الأنبياء، كانت معجزتهم حسية، وكانت هذه الكتب التي أكملت العهد القديم ثم بالعهد الجديد كانت مكملة بعضها لبعض، ولذلك لم تكتب في عهدهم وكتبت بعد عهدهم، لذلك يسمى إنجيل لوقا وإنجيل متى وإنجيل يوحنا وإنجيل، يعني نسبت الأناجيل إلى من كتبوها ولم تنسب إلى سيدنا عيسى عليه السلام. أما القرآن الكريم نظرا لأنه هو المعجزة الخالدة، لأن الرسالة في الإسلام رسالة عالمية وخاتمة للرسالات ومستمرة ومستمدة إلى أن تقوم الساعة، فكان القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة، ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى بحفظه. قال إنا نحن ننزل الذكر وإنا له لحافظون. فربنا هو اللي تولى بحفظ القرآن الكريم نظرا لأنه هو المعجزة الأساسية لسيدنا رسول الله. وإذا نظرنا إلى القرآن الكريم نجد معجزة معنوية ومعجزة حسية، بيفرقوا بين المعجزة الحسية والمعجزة المعنوية بإيه؟ يقول لك المعجزة الحسية التي هي تدرك بالحس أحد الحواس الخمس، الحواس الخمس: النظر، اللسان، الشم، اللمس، السمع، التذوق، وكل هذا في القرآن الكريم. يعني القرآن الكريم معجزة معنوية ومعجزة حسية أيضا، كلنا نشاهده وكلنا نتذوقه عندما نقرأه وكلنا نسمعه وكلنا ننظر إلى أحرفه وإلى الإعجاز في كتابته وكل شيء فيه. فالقرآن معجزة حسية اشتملت على كافة الحواس، ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب فيه من الفضائل، وفضائل لمن يقرأه وفضائل لمن يعمل به. نجد أن الله سبحانه وتعالى قال خيركم من تعلم القرآن، في الحديث بقى الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا الرسول الله خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ونجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن فضل قراءة القرآن الكريم أن الإنسان يساب على الحرف ب10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، الأحرف المقطعة التي كتبت فيها أو التي بدأت بها بعض صور القرآن، كانت لبيان أن هذا القرآن مكون من هذه الأحرف التي تتحدثون بها والتي تتكلمون بها والتي عجزتم أن تأتوا بمثله، عشان ما تقولوش إنه جاي كده، لا هو من الحروف دي، من الألف واللام والميم والصاد والقاف وغيرها من الأحرف التي بدأت بها الصور المقطعة. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى كما جاء على لسان سيدنا رسول الله رفع قارئ القرآن إلى أعلى درجة، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تتلوها. القرآن الكريم جعل ربنا فيه شفاء للناس، ناس كتير
يقول طب أنا قرأت القرآن ولم أشهد، قرأت القرآن وما فيش حاجة اتغيرت. نقول له العيب فيك أنت، لابد أن يكون عندك ثقة في كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كلام الله في النص القرآني. إذا وثقت في النص القرآني وقرأت القرآن الكريم بنية الشفاء ستشفى. لابد يكون في عقيدة، أما ما تقراش وأنت ما عندكش عقيدة وتقول لي أنا ما شفتش، أنا ما حصليش، أنا لا، ده لابد أن يكون في عقيدة صادقة ومصدق لما جاء بالقرآن الكريم ومصدق لما جاء بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لأصحابه عندما كانوا في سفر فلدغ أحد يعني كبار القوم فقرأ عليه أحد الصحابة الفاتحة فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال له من أعلمك أن الفاتحة رقية؟ أن سورة الفاتحة من الصور التي تقرأ للرقية. آيات كثيرة نزلت في القرآن الكريم قد يظن البعض أنها نزلت خاصة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي آيات السحر، سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هذه الصور نزلت لنا نحن، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم معلما وهاديا لنا. إذا أصابك، إذا أحسست بحسد أو بسحر أو بأي شيء غير طبيعي فعليك أن تقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وتكون موقن بأن هذه الصور وهذه الآيات فيها الشفاء وفيها الخروج مما أنت فيه. يعني لابد أن يكون في إيمان صادق بهذه الآيات. الأستاذ سيد طبعا ذكر بعضا يعني من أبيات الوالد في فضائل القرآن الكريم، وسأكمل يعني بعض هذه الأبيات اللي فيها دعاء إن ربنا سبحانه وتعالى ببركة القرآن الكريم يحقق رجاءنا ويفسح لنا فضولنا ويجعلنا من أهل الجنان. فيا ربي بالقرآن حقق رجاءنا وقوي لنا الإيمان واكتب لنا الأجر، ويا ربنا اجعله شفاء صدورنا من الغل واجعله ينير لنا القبر، فإن لم يكن نور الكتاب أنيسنا لوحشتنا في القبر لم نستطع صبرا، نضيق بدنيانا وتلك فسيحة فما بالنا لما نرى دارنا شبرا. ويا رب بالقرآن قوم لساننا وثبت فؤادا عندما نشهد الحشرة، وعند مرور فوق جسر جهنم وجوناك يا رباه أن تفسح الجسر، وهات إلينا باليمين كتابنا ولا تؤتنا يا صاحب الفضل باليسرى، وكن جاعلا يوم الحساب وهوله صحائفنا بيضا وأوجهنا نضرا، ومن علينا بالجنان تكرما وفضلا وألبسنا حرائرها الخضرا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا أيها الإخوة الأحباب عشنا مع هذه الكلمة الطيبة والموجزة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد محمود أبو هاشم أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، وتحدث فيها عن فضائل القرآن الكريم. ونحن مع حضراتكم في هذه الليلة الطيبة المباركة من أماسي وزارة الأوقاف المصرية من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الأحباب، يقول ابن عباس رضي الله عنهما:
من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة ونجاه من سوء الحساب يوم القيامة. ثم قرأ قوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ويقول سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. حقا أيها الأحباب، من أراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه شيء من هذا فالنار تكفيه. نواصل الحديث عن فضائل القرآن الكريم مع فضيلة الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فردا واحدا صمدا، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى من اقتفى أثره بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها السادة الكرام، تبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وغفر الله لنا ولكم، وجمعنا الله وإياكم على بساط رحمته وعلى محبته، ويسر لنا جميعا طريقا إلى الجنة. اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم ارزقنا فاكهة أهل الجنة وحرير أهل الجنة وأرائك أهل الجنة وأصاور أهل الجنة ورضاك عن أهل الجنة وصحبة الحبيب في الجنة وصحبة الحبيب في الجنة وصحبة الحبيب في الجنة. ومتعنا برؤياك في الجنة، ومتعنا برؤياك في الجنة. اللهم متعنا برؤياك، اللهم متعنا برؤياك، اللهم متعنا برؤياك، اللهم متعنا برؤياك، وارزقنا صحبة حبيبك ومصطفاك، وارزقنا صحبة حبيبك ومصطفاك. اللهم إنا نسألك فلا تحرمنا، وندعوك فلا تصدنا، ونتوسل إليك فلا تردنا، فهذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا مقامنا بين يديك، وليس لنا سواك ندعوه، وليس لنا سواك نرجوه، فلا تكلنا إلى غيرك يا أرحم الراحمين. واحفظ بلادنا بكرمك، اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ جيشنا، اللهم احفظ رئيسنا، اللهم احفظ رئيسنا، اللهم احفظ شعبنا، اللهم احفظ اولادنا، اللهم ارحم اباءنا، اللهم ارحم امهاتنا، واغفر يا ربنا لنا. اللهم لا تصرفنا من مجلسنا هذا الا وانت راض عنا، إلا وقد طهرت قلوبنا، إلا وقد غفرت ذنوبنا، إلا ونحن من عتقائك من النار، إلا ونحن من عتقائك من النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا. أحل الله عز وجل من أحلنا هذا المقام في دار كرامته، وأخص بالدعاء سيدي وزير الأوقاف السيد الأستاذ الدكتور مختار جمعة حفظه الله، الذي
جعل الله على يديه تلك المساجد المفتحة الأبواب للعلم والعلماء ولطلاب القرآن ولعبدة الرحمن، فعاد للمساجد ما كنا في حاجة إليه. جزى الله شيخنا فضيلة الشيخ محمد محمود أبو هاشم العلامة الفاضل، وهو النائب المحترم، والحقيقة يعني لا أحصي الكثير من فضائله أكثر من هذه الروحانية الطيبة المباركة التي استمعنا إليها في حديث. جزاكم الله خيراً وجزاهم الله خيراً، وأمد الله لنا في أعمال علمائنا لننهل منهم ما يقربنا إلى الله عز وجل. ثم أما بعد، نحن نتكلم عن قضية خطيرة جداً، ولكن اسمحوا لي قبل أن أبدأ فيها أن أتخيل معكم. أنا أحب التخيل جداً وأحب التصور. التصور هو باب الفهم. أن تتصور الشيء، الحكم على الشيء كده، علمونا في الأزهر كده، الحكم على الشيء يا مشايخ، شو بيقولوها بحس واحد، الحكم على الشيء ايه؟ فرع عن تصوره. كل الشيوخ عارفين القاعدة دي، لذلك ما ردش غير الشيوخ بس. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لما عاوز تحكم على شيء عاوزك تتصوره. تعالى نتصور، يلا يا رجالة وحدوا الله، صلوا على الحبيب. لو حضرتك السقف اتشق، ونزل منه حبل، نزل منه ايه؟ قلت لك عارف مين اللي ماسك الحبل ده من الطرف التاني؟ قلت لي مين؟ قلت لك ربنا. حبل واللي ماسكه من الطرف التاني ربنا. حد فيكم هيسيب الحبل ده؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا من بعده أبدا. خلاصة الحديث ده في كلمة الحبل اللي المولى قال لك عليها واعتصموا بإيه؟ أهو الآية والسنة ماشيين مع بعضهم ولا تفرق. شوف، اوعى تسيب حبل الله ابدا باي حال من الاحوال. اصل خد بالك من حاجه، هو حبيبك صلى الله عليه وسلم كان بيحكي عن الفتن. لو انا قلت لك دلوقتي حالا قول لي 10 فتن من اللي احنا بنعاني منها في المجتمع العالمي في الدنيا كلها، هتقول لي في 5 دقائق 100 فتنه، واحد جنبك هيقول لي 1000 فتنه. بصراحه مش هنعرف نعد. طب والحل يا اخوانا؟ تعالى نشوف الحل في حديث سيدنا علي رضي الله عنه. قول امين. سيدنا علي بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا انها ستكون فتن. فتن سيدنا علي قال له: قلت وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله تبارك وتعالى، فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، فهو حبل الله المتين ونوره المبين وذكره الحكيم وصراطه المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يمنه الأتقياء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، من علم علمه سبق، من حكم به عدل، من عمل به أجر، من دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم. 20 صفة يا راجل، 20 صفة في حديث واحد، 20 صفة في كتاب الله عز وجل. أنا مش فاهم مين اللي يجي متضايق وزعلان وعنده كتاب الرحمن، مين اللي يجي عنده أزمة وعنده كلام ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا. طب أنا عاوز حضرتك تكون في عز الأزمة، في عز أزمة من أزماتك، ويتصل بيك واحد مسؤول كبير في البلد أو واحد أنت بتحبه أو شيخ له مكانة عندك، ألا يسر ذلك عن نفسك؟ ألا يربط ذلك على قلبك؟ ألا يرطب ذلك على عقلك؟ أليس كذلك؟ فما بالك إذا كان الذي يناديك ويكلمك هو أرحم الراحمين. أي رحمة بعد هذا؟ المولى سبحانه وتعالى جل وعلا قال لك: لا يمكن تكون مسلم ومؤمن وتبقى حاسس بهم وغم وكرب وحزن. هم وغم وكرب وحزن ده للناس التانية،
احنا ما ينفعش معانا ده، احنا مش بتوع امراض نفسيه يا عم الشيخ، يا عم الشيخ احنا مش بتوع امراض نفسيه. ليه يا رب؟ احنا مش بتوع هموم قلبيه. ليه يا رب؟ قال لك طه ما انزلنا عليك القران ايه، فلا يوجد مع القران شقاء ابدا. اللي يعرف طريق القران ما يعرفش طريق الشقاء. هو انت فاضلنا؟ ده انت معاك القران. هو انت فاضل الناس؟ وانت فاضل الناس؟ بك استجير ومن يجير سواك، فاجر ضعيفا يحتمي بحماك. اذنبت يا ربي واذتني ذنوب ما لها من غافر الاك. اني ضعيف استعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. يا منبت الازهار عاطره الشذا، هذا الشذا الفواح نفع شذاك. يا مجري الانهار ما جريانها الا انفعاله قطره لنداك. يا منبت الازهار مدرك الابصار والابصار لا تدري له ولكنهه ادراكا. اتراك عين والعيون لها مدى ما جاوزته ولا مدى لمداك. ان لم تكن عيني تراك فانني في كل شيء استبين علاك. سال الطبيب تختفته يد الردى، يا شافي الامراض من ارداك. سال المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. سال الصحيح يموت لا من عله، من بالمنايا يا صحيح دهاك. وسل بطون النحل كيف تقاطرت عسلا، وقل للشهد من صفاك. وسل الثعبان يملا فمه بالسم، كيف تعيش والسم يملا فاك. بل سله يا ثعبان من ذا بالسموم حجاك. سل الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى، من ذا الذي يرعاك. واساله لدى الولاده وقد اجهش بالبكا، من ذا الذي ابكاك. وسل الكفيف، وسل الكفيف خطا بين الزحام بلا اصطدام، من ذا يخوض خطاك. وسل البصير وكان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك. يا أيها الإنسان مهلا والتائب واشكر لربك فضل ما أولاك. لا توجد نعمة بعد نعمة ارتباطك بكلام الله، اتجاهك لكلام الله، دستور ورحمة وكرم وعطاء وغذاء وشفاء ودواء كل شيء. شوف أنا هقول لكم على حاجة، أنا الحقيقة عندما أخبرت بموضوع المحاضرة قلت يا رباه ماذا سأقول للناس في أمر قد استهلك وعظا وإرشادا وقد قال فيه علماؤنا ما قال وما قصر فيه أحد. فالحقيقة أخذت أبحث في كتب السنة عن كل غريب مستطرف، عن كل لذيذ مستظرف، عن كل حديث لم يألفه الناس جميعا إلا من رحم الله، إلا من رحم ربك. فبحثت عن أحاديث، هذه الأحاديث قد تكون غير متداولة، اشترطت فيها أن تكون صحيحة الإسناد ثابتة المصادر. وهكذا كان الأمر بفضل الله، ويقولون المتكلم كالحالب والسامع كالشارب، فإذا أحسن المتكلم فمن رزق السامع. صلوا على رسول الله. لقيت حديث عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، بيقول إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. يا سلام، اللي يقوم يصلي بالليل كده وربنا يفتح عليه وعشر آيات بس، لو قلت في القيام الليل عشر آيات بس لا تكتب من الغافلين يوم القيامة. بص العرض، طب هخليهم مية. انت بتتكلم جد؟ هتقرا مية آية؟ حلو، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شوف، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين بالتاء. القانتين اللي زي أنبياء الله، واقنطي لربك، القنوط بالتاء غير القنوط بالطاء. القنوط بالطاء يعني اليأس من رحمة الله،
والقنوط بالتاء يعني الالتجاء الى الله. شوف بين التاء والطاء عملت ايه؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا بالطاء، انما بتاعتنا دي القنوط بالتاء. طيب، طب هخليهم 1000 آية، يلا بقى محدش له عندنا حاجة، اللي يقرا 1000 آية في الليل يعمل ايه ده؟ اسمع يا سيدي حتة حديث يستاهل ودنك، صلي على الحبيب. قال لك ايه؟ ومن قام ب1000 آية بص كتب من المقنطرين. ايه المقنطرين ده؟ ايه ده؟ القنطار عند العلماء يساوي جمهور العلماء 143 كيلو القنطار الواحد. يعني كانت صيغة من صيغ المبالغة. ربنا بيقول وإن أردتم استبدال زوجي مكان زوجي وآتيتم إحداهن قنطارا. وقوله تعالى والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فطبعا كتب أن المقنطرين يعني إيه؟ راجل غني جاي يوم القيامة معاك ثروة محدش معاه الثروة دي، مقنطرين بإيه؟ بالأعمال الصالحة عند الله عز وجل. لقيت حديث متفق عليه، اسم الحديث المتفق عليه دوت علشان تستمتع معايا بتلاوة القرآن الكريم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله، يا بختك يا عبد الله، النبي بيوصي عبد الله بيقول له ايه؟ اقرأ القرآن في كل شهر، يعني اعمل لك ختمة في كل شهر، اقرأ القرآن في كل ايه؟ شهر. يروح ردد عبد الله بن عمرو وقال له كلمة حلوة قوي، قال له لا أنا شاب، قال له إني أجد قوة، شهر ده كتير قوي يا رسول الله، اضغط لي الوقت شوية يعني، حاضر. فحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاقرأه في 20 ليلة. يلا يا سيدي 20. يقوم سيدنا وسيدك عبد الله بن عمرو طماع في الخير رضي الله عنه وارضاه، راح قايل له ايه؟ قلت اني اجد قوة. لتالت مرة قال: فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. اقرأه، اعمل لك ختمة كل اسبوع. ده كلام مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فالحقيقة انا لاحظت ان بعض الناس بتشتد بيه الحماسة فبيقرص على نفسه شوية. ايه الوضع بتاعه؟ اسمع وصف النبي دي في حديث رواه أبو داود وابن حبان عن عبد الله بن عمرو أيضا. اسمع يا سيدي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. صلوا عليه، اللي يقرأ القرآن في أقل من 3 أيام لم يفقه القرآن. ده حكم مين؟ حكم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبو داود، حديث صحيح. طيب هنشوف بقى حضرتك وصف غريب جدا أول مرة أنتوا هتسمعوه دلوقتي. الوصف دوت النبي بيقول عن القرآن وصف عجيب، يقول عنه إيه؟ إنه ماحل ميم ألف حاء لام. ماحل، بتهيألي أول مرة تسمعوا الوصف ده، جديد أهو. والحديث اللي أنا بقوله لك دلوقتي ده تمام، الحديث بتاع سيدنا الحديث ده حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن حبان. حديث بيقول إن القرآن ماحل. إيه ده ماحل دي؟ اسمع الحديث وحاسبك كده يمكن تلقطها لوحدك. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع. طيب القرآن شافع إيه؟ مشفع. وماحل مصدق. طيب القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. ها، إيه ماحل دي بقى؟ مش هنمشي من هنا لما نعرفها بس بعد ما توحدوا الله. ماحل يعني محامي. الله، ما توحد الله. شوف الجمال والحلاوة، مين فيكم مش محتاج محامي يوم القيامة؟ محامي. ماحل مصدق، كلامه ما يتردش.
علشان بعض الناس يقول لك انت بتقول ان القرآن يعني بيتكلم وبيحس انما بتقول ان القرآن مخلوق. انا مش كده، حاشا لله. انما النبي نفسه اللي بيقول ان القرآن ماحل. ماحل يعني ايه؟ محامي، مدافع، بيدافع عنك يوم القيامة. القرآن يدافع عنك يوم القيامة، وشافع مشافع، يعني شفاعته لا تراد. ده دليل على ان الشفاعة ليست للأنبياء فقط، انما في حاجة يا حضرات السادة الموجودين اسمها شفاعة الأعمال. شفاعة الأعمال، الصيام والقرآن كما في الحديث يشفعان، وهيجي لك الحديث دلوقتي. فيقول لك وماحل مصدق، بس بقية الحديث يخوف. تحبوا تسمعوا بقية الحديث؟ صلوا على الحبيب. قال لك من جعله أمامه، من جعله إيه؟ قاده إلى الجنة. اللهم آمين، قولوا آمين. من جعله أمامه قاده إلى الجنة. طيب ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. الله 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 الله، ده انت لازم تعاني بقى في الكلمتين اللي جايين دول. يعني معنى كده في ناس بتحط القرآن أمامها وناس بتحط القرآن وراها. مين اللي بيحط القرآن أمامه؟ اللي بيرجع إلى القرآن قبل ما بيعمل حاجة، بيشوف يوافق القرآن ولا لا. هتشتم واحد، شوف القرآن قايل إيه فيك. هتنتقد من واحد، شوف القرآن قايل إيه فيك. هتتعامل مع زوجتك، شوف القرآن قايل إيه فيك. هتتعامل مع جارك، شوف القرآن قايل إيه فيك. علشان كده القرآن يعتبر ولي أمر. عارف الولد لما يقولوا له في المدرسة روح هات ولي أمرك؟ إحنا ولي الأمر بتاعنا اسمه القرآن الكريم يا حضرات السادة المسلمين. إحنا ولي أمرنا القرآن. ومين اللي قال الكلام ده؟ حضرتك زمان ولي الأمر اللي هو ناظر المدرسة كان اسمه القيم، قاف يه ميم، قاف ايه يه ميم. كان القيم دوت اللي هو الناظر، ولي الأمر اللي بيربي وبيعلم وبيعاقب وبيقدم وبيوجه وبيعرف وبيحدد، ينيمك الساعة كام ويصحيك الساعة كام ويأكلك ايه ويمنع عنك ايه. قيم. علشان كده احنا بنقولها في مصر هنا بنفس اللغة. لما واحد تلاقيه بيتمنظر عليك تقول له ايه يا عم القيم؟ القيم دي اصلها القيم، انما نحن بنعمل حاجة اسمها الابدال، نبدل القاف الى همزة. القيم اصلها قيم. علشان كده كان في عالم كبير ابوه ناظر مدرسة اسمها المدرسة الجوزية، فاسمه ابن قيم الجوزية، الامام ابن القيم. ابن القيم يعني ايه؟ يعني ابن الناظر. علشان كده الراجل مسؤول عن الست، فقال الرجال قوامون على النساء. علشان كده ربنا بيقول الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ايه قيما. يبقى القرآن لازم يقودك ولازم يتولى امرك. ادي معنى كلمة قيم. ونشوف الحديث اللي بعده. حضرتك هنلاقي ان ال معلومة غريبة جدا اول مرة اسمعها والله العظيم. هو ربنا له اهل؟ ايه ده؟ تخيل انت تقول لواحد ايه؟ هو ربنا له اهل؟ يقول لك عم ايه ربنا له اهل دي؟ والله العظيم طلع ان ربنا له اهل. ومين اهل الله؟ اهل القرآن. ومين اللي قال الكلام ده؟ سيدنا النبي العدنان. وحد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. الله إن الحديث هو إن لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله من هم؟ من أهلين دول اللي بتوع ربنا دول؟ قال هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. في حاجة تانية، يعني أنتم مخصوصين عند الله سبحانه وتعالى. واضح تماما ان بقيه الحديث ديت هنلتقي فيها بره الجامع بعيدا عن المذيع. كل سنه وانتم طيبين وتقبل الله منا. شكرا لفضيله الشيخ خالد الجندي الداعيه الاسلامي وعضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه
على هذه الكلمة الطيبة عن فضائل القرآن الكريم. أيها الأحباب، سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: هل يدخل الجنة يوم القيامة أحد أفضل ممن قرأ القرآن؟ فقالت رضي الله عنها: ليس أحد يدخل الجنة يوم القيامة أفضل ممن قرأ القرآن. ثم قالت رضي الله عنها: إن عدد درج أهل الجنة بعدد آي القرآن الكريم. معا نختتم هذا الاحتفال الطيب المبارك بهذه الابتهالات والمدائح النبوية والمبتهل الشريف عبد المنعم خليف. سيدي يا رسول الله، خير المقام.
الحب إلا حب طه، وليس القرب إلا ساح طه. الله فليس الحب إلا حب طه، وليس القرب إلا ساح طه. وليس المسك إلا ريح طه، وليس المسك إلا ريح طه، وليس المسك إلا ريح طه، وليس النور إلا وجه طه. الأوقاف المصرية، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.